حمي في رياضي مدينة طول كرم، ولكن نبقى الآن مع هذه اللعبة. الانطلاق الأمامي لمركز طول كرم، أراضية جول 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 الأول للزعيم عن طريق محمد الناطور. محمد الناطور يسجل لمركز طول كرم، يسجل الأول في المباراة الفريق المستضيف. كانت مفاجأة الأرضية الأخيرة، كانت مفاجأة الأرضية من جانب مصر. شوف مرت من أمام الجميع، مرت من أمام الجميع، يعني موجودا على أرضية الميدان، والتقدم المنشود صار واقع لمركز طول كرم. الثاني الثاني لمركز طول كرم. البيطي كان يخرج من يعني ثيابه هاي اللعبة الماضية، هاي اللعبة الماضية بيفي. لسه المشكلة يعني بين فريقه وبين كمان شباب الخليل لم تحل، لذلك لا يلعب هذه المباراة. واللعبة الأمامية لفريق الهلال، والثاني الأول في المباراة. ركلة جزاء، ركلة جزاء قد يصل للهدف السابع ويتساوى مع عبد الله أبو محسن في الترتيب الثالث. نعم، جول 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 جول. سامح علوان يسجل الأول للهلال في هذه المباراة، هدف مهم في توقيت قبل الذهاب لحجرة الملابس. يسجل سامع في فريق الهلال قبل هذه المباراة. أيضا لعبة أمامنا خطيرة، وربما الثالث. الله، ثلاثة 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 ثلاثة، وفادي سليم بالأسيست الثاني. الله عليك يا فادي، اللعبة الجميلة، لعبة جميلة 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 لفريق مركز طول كرم. تعطي الظهور الأول، يا عيني يا عيني اللعبة إيجابية جدا للهلال لو فعل ذلك. التعادل أمام المركز في ملعبه، واللعبة الأمامية خطيرة. جول جول سامر حداد، سامر حداد يقلص الفارق لهلال أريحة الأخرى. سامر حداد الآن، سامر حداد الآن يعود. شوف 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 سلامات، نعم نزل على قدم اليسار من الهلال، لا شك أكثر سيندفع أكثر، والمركز يريد أن يطمئن المباراة بلعبة أمامية الآن ملعوبة من الناطور في اليمين. الناطور يعرض، جول 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 جول، ورصاصة الرحمة، رصاصة الرحمة لمركز طول كرم. يطلقها اللاعب منصور مصر كمان مرة، يسجل ثاني أهدافه في المباراة. انتهت وانقضت، مركز طول كرب الهدف الرابع. شوف الناطور، انطلاقة ممتازة، متابعة.